شدد منتدى الإدارة والتخطيط الاستراتيجي 2010 الذي يعقد دورته الحالية في دبي، شدد على ضرورة أن تتبنى المؤسسات خريطة استراتيجيات لضمان النمو المستدام. ومن جهته أكد الدكتور ديفيد نورتون الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال أهمية قيام الشركات بتطوير منتجات وخدمات جديدة، وفي الوقت ذاته قيامها بشكل متزامن بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا حتى خلال فترات النمو البطيء. لدينا مهمة إن صح القول في هذا المنتدى، وهي مساعدة الشركات والهيئات في وضع الاستراتيجيات. فنحن نعمل في المنطقة منذ سنوات عديدة ونملك أعمالا في دبي وأبوظبي وغيرهما. أفكارنا في هذا المنتدى تأتي لتفعيل عمل الإدارات والمخططين الاستراتيجيين للوصول إلى الأهداف الموضوعة.